بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفه رئيس الاتحاد الاسيوي لكره القدم. واعرب سموه في البرقيه عن خالص تهانيه بمناسبه انتخابه بالتسكية رئيسا للاتحاد الاسيوي لولايه ثالثه، اشاد سموه باسهامات الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفه وبجهوده البارزه فيما تحقق لمسيره الاتحاد الاسيوي لكره القدم من انجازات ونجاحات متميزه وما تم من جو جهود لتطوير مستوى كرة القدم في القاره الاسيويه متمنيا له دوام التوفيق والسداد